خلينا يا شباب عايزين نتكلم في السيشن. خليني قبل ما اشار من التابلت خليني اشير كده البروجكت اللي انا كنت شغال معاكم بيه، اوريكم حاجه كده. لما انا جيت يا شباب انتوا سامعيني صح كده؟ اه سامعينك يا باشمهندس. زي الفل. لما انا جيت يا شباب في حته البروجكت دي في اللوجن، في حته اللوجن يا شباب، لما جيت اعمل لوجن في البروجكت، حته في الحته بتاعت البروجكت دي، تعال بص كده نفكر ازاي لما جينا عملنا حته اللوجن دي. دلوقتي شباب انا لو جيت اعمل لوجن، فانا بروح اقول كومباني وادي له الباسورد بتاع كومباني. تعالى نخش كده على سلاش لوجن كده نشوف اللي حصل في البروجكت التاني. هنقفل ده بس كده عشان ما تلخبطش. بص يا ريس، اول حاجه راح اتاكد انه الميثود دي جايه من، لو هي جايه من البوست اللي هم الاثنين كولوم دول يا شباب، لما هدوس عليهم هبعت بوست ريكويست. البوست ريكويست ده هيكون فيه اليوزر نيم والباسورد، صح كده ولا لا؟ فبعت اليوزر مظبوط. نيم والباسورد اهم. وبعد كده جيت يا شباب عملت كويري على اليوزر نيم فيرست، يعني رحت اجيب الداتا بتاعه اليوزر ده، صح كده ولا لا؟ ايه مظبوط. يعني انا يا شباب لما استخدمت السيشن اضطريت اروح اريكويست او اروح اخد داتا من الداتابيس، صح كده رجلتنا ولا لا؟ اجيب داتا فروم الداتابيس، والسيشن دي فيها بس النولج، يعني الفيلد اللي هعمل بيه الكويري من الداتابيس. فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني انا اخدت اليوزر نيم ده ورحت ادور عليه، هل هو اليوزر نيم ده موجود في الداتابيز ولا لا؟ لو هو موجود في الداتابيز اروح اجيب الباسورد بتاعه واتاكد هل الباسورد بتاعه اللي موجود في الداتابيز زي الباسورد اللي مبعوث من الفورم دي ولا لا. لو الاثنين بي ايكوال يبقى الدنيا تمام، صح ولا لا يا شباب؟ حلو كده رجالتنا. يبقى بروح اجيب الاول معلومه اليوزر يا شباب واقول هو اليوزر موجود ولا لا. اليوزر نيم اللي انا دخلته ده في داتا في الداتا بيز بتاعتي في يوزر نيم زي اللي انا بعته هنا؟ لو هروح اجيب الباسورد بتاعه هو يا شباب واتاكد هل الباسورد بتاعه ده يا شباب بيكوال الباسورد اللي انا مديهوله ولا لا. لو الاثنين بيساوي بعض اهو الفيريفاي دي اللي بتشيك على الباسورد يا شباب بالانكريبتد دوت فيريفاي ده عشان اعمل انكريبتد للباسورد، بدي له الباسورد اهو يا شباب اللي انا مديهوله في الفورم اللي هو ده، واليوزر دوت باسورد ده اللي انا جبته من الداتابيز، وبقارن الباسورد بتاع الفورم بالباسورد بتاع الداتابيز، صح كده؟ لو الاثنين بي ايكوال يا شباب يبقى الراجل ده كده الدنيا تمام، صح ولا لا؟ مظبوط يا اه تمام. زي الفل. يعني انت عايز يا باشمهندس تقول يعني فيريفاي دي يا باشمهندس بتشيك، يعني بتشوف ده شبه ده بس. ما هو ده معمول له انكريبتد وده معمول له انكريبتد، وصلت؟ اه فاليساوي يساوي مش هتفهم، مش هتنفع هنا. يعني الباسورد ده باتشانس مبعوث من الفورم انكريبتد اصلا من عند الجهاز انهي من صفحة اللوجن، لا الصفحة نفسها على سوري البراوزر، ده مبعوث مش، الباسورد بيعمل لا ده انكريبتد. مش مبعوث له انكريبتد. لا ده مش مبعوث له انكريبتد، اللي انكريبتد اليوزر دوت باسورد، وصلت؟ يبقى الانكريبتد ده هنا يا لازم شباب تبقى فيريفاي اللي هي انكريبتد دوت الفيريفاي فيريفاي. عشان الباسورد ده مش معمول له انكريبتد، فده اللي هو هنا ده الانكريبتد، فبيقارن اللي هو ده بده، يعني من الاخر بيفك التشفير عن ده وبيشوف هو ولا لا. تمام. وصلت كده رجالتنا؟ طيب اه يعني انت وصلت. عايز توصل يا باشمهندس مينا؟ يعني اشيل بقى سكرين كده كده التابلت هو اللي بيشير يا شباب، صح؟ ايوه يا باشمهندس. تمام كده رجالتنا. يعني انت عايز تقول يا باشمهندس مين انه فين القلم اهو. انا دلوقتي كان عندي الكلاينت، صح كده يا شباب؟ انتوا شايفين كده صح؟ اه يا باشمهندس. اه تمام. انا كان عندي الكلاينت
الكلاينت ده بعت اليوزر نيم والباسورد صح للسيرفر صح يا رجالة. السيرفر راح رد عليه بست كوكيز و او ست سيشن يعني صح. بعد كده لما الراجل حب يعمل لوجن او خلينا مثلا دي الاولانيه هي اللوجن يا باشا, خلينا نفرض ان هو كده يا شباب هيعمل لوجن, بعت له اليوزر نيم والباسورد صح كده. قبل ما الراجل هيرد عليه بريكويست يا شباب هو محتاج يكونكت على الداتابيس صح. علشان مش كل المعلومات الله ينور عليك, علشان مش كل المعلومات اللي مبعوتها من السيشن هنا اللي هي جوه كوكيز كافيه بالنسبه له, ده هنا في بس معلومه هياخدها من هنا يعمل بيها كويري من الداتابيز ويريتريف داتا ويقول اه انت كده اوثنتيكيشن اه ولا لا صح ولا لا. يعني هو مضطر انه يستخدم الداتابيز, مضطر يستخدم الداتابيز, مضطر انه يعمل تشيك. متفقين كده يا شباب؟ اه تمام زي الفل. طيب دي كانت طريقه السيشن يا شباب لو احنا نفكر في السيشن. طبعا الكلام ده معمول له سيكريت كي والدنيا تمام صح كده. ظهرت توبيك جديد اسمه جي دبليو تي يا شباب. ايه جي دبليو تي ده؟ اختصار لجيسون ويب توكن. الاختصار لجيسون ويب توكن يا شباب. طبعا يعني عشان نتكلم في جي دبليو تي لازم نقول ان كان الريست اوف الاي بي اي هي ستيتليس ومش عارف ايه والكلام اللي احنا اتكلمناه في الاول مع السيشن والكوكيز صح كده يا شباب. وهو انه عباره عن الاوبن توكن, الويب توكن ده يا شباب هو عباره عن كود انت بتبعته للكلاينت بتحفظه عند الكلاينت بمعرفه الفرونت اند وال او الموبايل ديفلوبر اي كان الكلاينت بتاعك مين, هو اللي بيحفظ التوكن ده ومع كل ريكويست هيبعت التوكن ده للسيرفر. طب هيخزن فين الويب توكن ده يا شباب؟ ما يخصناش احنا, ده يخص مين؟ الفرونت اند ديفلوبر والموبايل ديفلوبر او الراجل بتاع الكلاينت ماشي كده يا شباب؟ تمام يا باشمهندس زي الفل. طيب طب دي كلمة ويب توكن. ويب توكن هو عبارة عن كود ببعته للكلاينت. طب ايه جيسون بقى؟ قالك الجيسون ده يا شباب هو عبارة عن داتا جيسون, داتا جيسون معمولة بتشفير معين للسيرفر. يعني لو احنا عايزين نقول ايه جيسون ويب توكن ده يا شباب هنقول هو داتا معمول لها انكريبتد بتتبعت للسيرفر صح كده ماشي كده يا شباب. سوري مبعوتها من السيرفر يا شباب معلش انا اسف انا ايه اللي بهيسه ده صح كده رجعتنا فروم سيرفر مبعوتها من السيرفر. بعد كده يا شباب الكلاينت مع كل ريكويست هيبعت الداتا المتشفره دي. طب ايه الميزه عن السيشن؟ ما احنا كنا داتا متشفره بردك وبعتناها في كوكيز لليوزر صح. اول ميزه هنا يا شباب انه الجيسون انكريبتد ده في كل الداتا اللي هو محتاجها, هنا في كل الداتا اللي هو محتاجها مش لازم يستخدم الداتا بيز زي ما كان هنا. فالكلاينت اول ما هيريجستر هيبعت له هنا الجيسون ويب توكن صح كده يا شباب. حلو كده يا شباب. هيلوجن بقى ويعمل الشغل بتاعه هيتاكد من الويب توكن هنا يا شباب. الويب توكن ده بقى جواه الداتا اللي محتاجها السيرفر ومش هيضطر يروح للداتابيز. وصلت كده يا شباب؟
هوريك كل الكلام ده عملي، بس هخليك فاهم بس كده النظري كده ايه بكونسبت يعني. قصدك اسرع يعني؟ اه طبعا. وهنعرف ان ده كمان فيه مشاكل، يبقى إيه عايزين كلمه نقولها في الانترفيو، ايه هو الجافا سكريبت توكن؟ هو عباره عن داتا جيسون معمول لها تشفير مبعوثة من السيرفر لليوزر او للكلاينت، بعد كده الكلاينت يا شباب بيبعتها للسيرفر علشان نعمل اوثنتيكيشن او اوثورايزيشن، صح كده يا شباب؟ طيب ايه الفرق بينها وبين السيشن كي؟ هي سيشن كي مبعوثة انكريبتد برضك، بس بنضطر نعمل تشيك على الداتا اللي جايه من الكلاينت علشان نتاكد ان الداتا دي سليمه. انما فانا مضطر ان انا اروح اتشيك على الداتا بيز مثلا او حاجه زي كده. انما الداتا اللي جايه من الجي دبليو تي هي داتا فيها كل المعلومات اللي انا محتاجها، فيها كل الديتيلز بتاعه اليوزر، والسيرفر مش محتاج يعمل تشيك على الداتا بيز علشان يتاكد انه ان هي صح ولا لا. هو بيتشك على حاجه معينه كده علشان يتاكد ان الداتا اتلعب فيها ولا لا، هنشوفها كمان شويه. انما هو مضطر يروح يتشك على الداتا بيز يا شباب ولا لا؟ يعني جي دبليو تي ده عباره عن داتا زائد بنسميها سيجنتشر. زائد هيدر. يعني جي دبليو تي ده يا شباب لو احنا هنفك الثلاث حاجات، جزء للهيدر ماشي كده يا شباب، والجزء الهيدر ده يا شباب بنقول فيه هو عباره عن جافا سكريبت اوبجكت عادي يا شباب جيسون. يعني اوريك الكلام ده دلوقتي في مثال كده على الاونلاين كويب سايت، يعني ويب سايت يعني بجنريت جي دبليو تي ده. فهو الجافا سكريبت اوبجكت بنحط فيه معلومتين. الالجوريزم يا شباب اللي احنا هنستخدمه في التشفير، حلو كده يا شباب، والتايب بتاع التوكن، جميل. تاني حاجه البادي، يبقى اول حاجه الهيدر فايل يا شباب، ثاني حاجه البادي، وده برضه جافا سكريبت اوبجكت، وهنا بيكون في الداتا بتاعتي يا شباب. طبعا الداتا دي بيكون فيها حاجات فيكسد زي السب. ايه السب ده؟ بنحط فيها اليوزر اي دي يا شباب، الاي دي بتاع اليوزر والنيم، وحاجه اسمها الاي اي تي، ودي بنحط فيها الاكسباير ديت. طبعا بقى انا ممكن احط فيها هنا حماده بقى براحتك، كل الداتا اللي انت محتاجها عشان ما تروحش للداتا بيت تتشك عليها حطها هنا، صح كده؟ يبقى البادي ده جافا سكريبت اوبجكت في ثلاثه كولوم فيكسد كده بنحطهم باي ديفولت، وبعد كده بنزود الداتا اللي احنا عايزينها. ثالث حاجه يا شباب هي السيجنتشر. السيجنتشر دي عباره عن ايه؟ عباره يا شباب عن تشفير الكابتن ده والكابتن ده باستخدام الالجوريزم ده وباستخدام الكي اللي انت مخزنه في السيرفر. هتشوف الكلام ده بعينيك دلوقتي. حد بس كده يا شباب يعني من بره بس مش فاهم يعني ككونسبت، بس الهيدر البادي السيجنتشر هنشوف الكلام ده بعينيك دلوقتي. اتنقل على التوبيك اللي بعده شباب. السيجنتشر ايه تاني يا باشمهندس؟ معلش. الهيدر البادي السيجنتشر. فجي دبليو تي ده الجي دبليو دي ده بيتكون من ثلاث اجزاء. الهيدر بيكون فيه معلومتين، الالجوريزم والتايب توكن. البادي بيكون فيه الداتا بتاعتي وشويه كولوم كده ثابته اللي هو زي اليوزر اي دي، النيم بتاع اليوزر، والاكسباير ديت بتاع الجي دبليو تي بتاع التوكن، هو التوكن ده هيخلص امتى. السيجنتشر ما هو الا الجزء اللي بنتشك عليه هي الداتا سليمه ولا اتلعب فيها. طب السيجنتشر ده بيكون ناتج محصله ايه؟ الجيدا السيجنتشر ده ناتج محصله تشفير الهيدر وتشفير البادي باستخدام الالجوريزم اللي قايلينه في الهيدر وباستخدام السيكريت كي اللي احنا حاطينه في السيرفر زي السيشن زمان. بصيب كده يا شباب.
نتنقل على الجزء اللي بيورينا البادي بتاع الجي دبليو تي يا شباب. لو رحنا كده يا شباب على الجي دبليو تي هنا، انتوا كده شايفين يا شباب الويب صح؟ اه تمام. خلينا نكتب جي دبليو تي كده. جي دبليو تي مش استحملوني في الماوس. اهو يا باشا، فالجي دبليو تي يا شباب بيتكون زي ما احنا اتفقنا من ثلاث حاجات. ادي الهيدر اهو يا شباب، وهو عباره عن جافا سكريبت اوبجكت اللي هو جيسون يعني. وهنا بيقول في نوع الالجوريزم اللي جريتنا اللي هو اس 256، والتايب بتاع التوكن ده اللي هو جي دبليو تي. طبعا في انواع ثانيه من التوكن غير الجي دبليو تي، بس احنا خلينا في الجي دبليو تي دلوقتي. حلو كده يا شباب. طبعا هنا البيلود اللي هي الداتا او البادي، وطبعا في هنا زي ما اتفقنا السب اللي هو اليوزر اي دي يا شباب، النيم اللي هو جون دو، وهنا الاكسباير بتاع الديت. وطبعا انت ممكن تيجي هنا تزود الايميل مثلا، هنا ناجي مثلا ات 1900 مثلا، او مثلا واحد ات جيميل دوت كوم ولا ايه، ات جيميل دوت كوم. تمام كده يا شباب. ممكن بقى تضيف كل الداتا اللي انت عايزها، بحيث ان انت ما تروحش بعد كده تشك على الداتا بيز يا شباب، فاهمني؟ مثلا ايج مثلا، اي كان بقى الكلام. ولاحظ ان انا كل ما بلعب في الكلام ده يا شباب اللي هنا بيتغير صح؟ وانا عارف اللي هنا ده ايه؟ وده السيجنتشر اهو يا شباب. سيجنتشر بقى بيقول لك ايه؟ ان انا حاصل تشفير، سيجنتشر ده حاصل تشفير الهيدر، بعد كده دوت البيلود، بعد كده باستخدام التشفير بتاع السيكريت كي. السيكريت كي ده جاي من السيرفر يا شباب، صح كده يا شباب ولا لا؟ ويبقى اللي انت شايفه ده يا شباب هو الاحمر ده تشفير الحته دي، والبامب دي تشفير الحته دي، والازرق ده ناتج تشفير الحته دي مع الحته دي مع البرايفت كي اللي موجود في السيرفر. فالسيرفر يا شباب لما بيجي يستخدم الحته دي، مع البرايفت كي اللي عنده، ويفك التشفير بتاع الحته دي باستخدام البرايفت كي، هيتاكد انه الداتا اللي كان بعتها سليمه ولا لا. يعني تعالى كده نفهم حاجه، لو احنا اخذنا الكلام ده استخدمنا مثلا بيز 64 ديكو، لو احنا اخذنا الاحمر بس يا شباب، حلو كده يا شباب، لو اخذنا الاحمر بس وجينا عملنا هيدي كود هنفهمه ولا لا؟ هو فهمه صح؟ الجوريزم اتش اس 256 طيب جي دبليو تي عملنا له دي كود عادي، لو مسكنا البامبا هنعمل له دي كود عادي. عملنا له ديكود ولا لا يا شباب؟ ها رجاله. اه تمام. زي الفل. انما احنا هنا يا شباب لو جينا غيرنا في التوكن البامبا ده، هيجي السيرفر يعمل التالي يا شباب. هيجي يمسك البامبا ده ويفك تشفيره مع استخدام البرايفت كي، هيجي يقول لك انفاليد سيجنتشر، انت الداتا اللي بعتها لي مش زي الداتا اللي انا بعتها لك، انت كده مديلي داتا لعبت فيها. انا اديتك داتا، الداتا دي مديها لك بفورماتنج معين بتشفير البرايفت كي بتاعي والالجوريزم بتاع التشفير. انت اخدت الداتا دي لو لعبت فيها بالتالي هتغير في السيجنتشر بتاعها،
فانا لما استقبلها منك تاني ما انا معايا السيجنتشر القديم اللي انا بعته لك، هعمل فك او ديكود للسيجنتشر اللي انت مديهولي فاكتشف ان انت غلط. وصل كده يا شباب؟ اه كده وصل. فهمت قصدي يا شباب؟ يعني لو احنا مسكنا الكلام ده يا شباب وجينا هنا عملنا هنا مثلا انكود، انا هلعب في الداتا اللي هنا يا شباب، هغير هنا مثلا فاكتب مثلا دي هنا مثلا تيست، احمد. حلو كده يا شباب؟ ونعمل انكود، طلع لي كده الكود اهو يا شباب صح؟ اخده احطه هنا مكان البامبا. بس الصوره متاخره بس شويه يا باشمهندس، يعني الصوره متاخره 5 ثواني فاحنا بنشوف الحاجه متاخره. اه فاهم. اهو طيب انا جيت هنا يا شباب، اه ده كده متاخر قوي يا شباب. طب ثانيه كده اقفل الشيل واخش تاني. طب معلش ثواني يا شباب، بس هقول لهم بس في البيت انه يقللوا استخدام النت. معلش ثواني بس، ثانية واحدة اكون معاكم. ماشي اتفضل يا باشمهندس. معايا شباب كده؟ اه سامعينك يا باشمهندس. عشان كده حطيت الكيوت فاعتقد كده الدنيا تمام. فانا جيت هنا يا شباب حطيت هنا تيست احمد زياده يا شباب. حلو كده رجالتنا؟ ودست انكود، انا بس جيت غيرت هنا بدل ما هو ديكود خليته انكود. ولما دوست انكود يا شباب طلع لي كود جديد صح؟ لو اخدت الكود الجديد ده يا شباب كده قبي رحت جيت حطيته مكان البامبا ده، هل هيديني valid signature ولا invalid؟ لا عادي. عادي عشان انا غيرت الداتا صح ولا لا؟ ايوه مظبوط. ما انا اديتها وانا بعتها ما كانتش فيها تيست احمد، انت دلوقتي حطيت فيها تيست احمد فانت غيرت لي الداتا، فانا لما جيت افك التشفير في السيجنتشر قلت لك انه ده انفاليد سيجنتشر، فالمفروض الحته اللي هي اللي باللبن دي هي اللي بتشك عليها يا شباب وبعمل بيها البريفاي واتاكد انه الداتا اللي انا كنت بعتها هي زي القديمه ولا لا. وصل كده يا شباب؟ فانت مهما تغير في البامبا هتلبس عشان الازرق ده في حته ليها دعوه بالسيرفر اللي هو البرايفت كي. فهمتوا الجي دبليو تي يا شباب؟ وزي ما فهمتك ان جي دبليو تي هو عباره عن البيلود بتاعتك بتكون فيها كل الداتا ومش مضطر تروح للداتا بيس. مفهوم الحته دي يا شباب ولا صعبه؟ لا تمام. الحته دي فيها مشكله بقى، حد يعرف يقول لي ايه اللي فيها مشكله؟ ليه فيها مشكله؟
نفرض يا شباب ان انت اول ما رحت عملت لوجين كانت المعلومات عندك على الداتابيز ان انت ادمن، ورحت بعت التوكن بمعلومات ان انت الادمن. جه حد في وقت ما غير المعلومه دي عنك، ما بقتش انت في وقت من الاوقات ادمن، او ما بقتش اكتب. هل التوكن اتغير يا شباب لما الداتا بيز اتغيرت، ولا فضل التوكن زي ما هو عشان اتبعت خلاص؟ فضل زي هو عشان انا سيفته في الفرونت اند، فضل زي ما هو ما اتغيرش. الله ينور عليك. فدي مشكله صح ولا لا؟ الراجل بقى دي اكتب او ما بقتش ادمن، وهو دلوقتي بيلوجن على اساس ان هو ادمن، صح ولا لا؟ يعني لازم اي تغيير في الداتابيز لازم اعمل ابجريد هناك بقى. واخد بالك؟ بس ده يعني وده مش بمزاجك وغصب عنك، بس مش دايما ده دي عيب خطير يعني. يا اما بقى في حاله بقى من الحالات ان انت تبتدي تغير الكيز، البرايفت كي يا شباب. طب احنا في السيشن كنا بنعمل ايه الحاجه زي كده يا شباب؟ لو احنا كنا سيشن كنا هنروح نحط في الداتابيز يا شباب فلاج، يعني سوري، لو احنا في الداتابيز يا شباب، لو احنا في السيشن كان هيروح كل مره بيعمل عليها ريكويست هيروح يشوف الداتابيز، فهيعرف ان هو مش ادمن دلوقتي، بقى دي اكتف صح. انما جي دبليو تي مش كل مره بيروح للداتابيز، صح ولا لا؟ ففي هنا مشكله لو الداتا بقت قديمه، دي اول مشكله في جي دبليو تي، صح. ثاني مشكله في جي دبليو تي انه لو التوكن ده اتعرف، التوكن ده يا شباب اللي هو يور 25 بت سيكريت ده، انا ممكن اخليه 1 2 3 4 مثلا، التوكن ده اتعرف. لو التوكن ده اتعرف يبقى انت كل سنه وانت طيب. لو التوكن ده اتعرف يبقى خلاص اي حد هيعرف يبعت الداتا كانك انت. طب نحلها ازاي بقى هنا؟ مفيش حل. الحل الوحيد هنا ان احنا نغير البرايفت كي على السيرفر، صح يا شباب؟ طب ولما هنغير البرايفت كي على السيرفر هيبقى كل اليوزرز اللي احنا بعتنا لهم توكنز قبل كده، كل التوكنز دي هتتغير، صح ولا لا؟ فانا عشان واحد بس بوظت الكل. معايا رجاله؟ تمام. يبقى انا يا شباب لو التوكن اتاخد مني يبقى كل سنه وانت طيب، لازم اغير التوكن اللي على السيرفر. طب هل ليها حلول؟ ليها بعض الحلول، ان احنا بنعمل اكتر من توكن ويبقى هنا في يوزر 1 و2 و3، وهنا يوزر 4 و5 و6، ويوزر 4 و5 و7 و8، يعني مجموعه من اليوزر ليهم توكن، ومجموعه من اليوزر ليهم توكن، ومجموعه من اليوزر التانيين ليهم توكن. بس ستيل لو التوكن برضك اتاخد منك وهتعوز تغيره، هيبقى في مجموعه من اليوزرز كل التوكنز القديمه باظت، صح ولا لا؟ ايوه مظبوط. طيب واحد يقول ردد عليا يقول لي طب ما احنا في السيشن برضك لو السيكريت كي بتاع السيشن اتاخد، طب ما كل حاجه باظت برضك. لو غيرنا السيكريت كي بتاع السيشن هيبقى بوظنا كل السيشن القديمه، صح ولا لا؟ هقول لك لا، ما احنا بنيجي في الداتابيز بقى نعمل كولوم جديد اسمه فلاج. لو عملنا فلاج على اليوزر ده ان هو بزيرو، نعرف ان اليوزر ده خلاص بقى ايه، بقى التوكن بتاعته نوت فاليد، ومش مضطرين نغير السيكريت كي كله، علشان كل مره السيشن هتروح تقرا الداتابيز كلها بتتشيك هل الفلاج ده بقى بزيرو. لو بقى بزيرو تعرف ان التوكن ده خلاص اتاخد، او حصلت مشكله في اليوزر ده، اليوزر ده اتسرق الاكونت بتاعه. وصلت؟ طب هل الجي دبليو تي وحشه للدرجه دي يعني بكل اللي احنا بنقولها دي؟ لا، الجي بي تي، الجي دبليو تي ليها استخداماتها. لو انت بتبعت بين سيستم وسيستم تبقى حلوه قوي الجي دبليو تي. فالجي دبليو تي ليها الابلكيشن بتاعها، الكوكيز ليها الابلكيشن بتاعتها، السيشن ليها الابلكيشن بتاعتها، فكل حاجه من الحاجات دي يا شباب ليها الاستخدام بتاعها. ونرجع نقول اي حاجه فيها اركتكتشر، اي حاجه فيها
اختلافات في اراء ليها يوزز كيسز طبعا مش هتعرف تجيبها وتجيت النوليدج بتاعتها بسهوله. عايز خبره في السوق، خبره في التعامل، تقعد اكتر من 15 سنه قاعد بتعمل في بروجكتات وتعرف دي الكيسز دي احسن لها لون سيكوال، الكيسز دي ليها سيكوال احسن، الكيسز دي لا نعمل كذا، الكيسز دي نعمل كذا. فاهمين قصدي يا شباب؟ ايوه يا باشمهندس. انت جيت النوليدج انما يعني مش كريتيكال قوي بالنسبه لك انه حد هيديك اركتكتشر بروجكت ويقول لك انت استخدم انهي، مش هتبقى حتتك اصلا. ده انت حتى لو سينيور مش هتبقى حتتك. يعني ما تشيلش هم اختلاف النوليدج دي ايه، يعني طب انا بقى استخدم انهي، مش حتتك اصلا. ما في سوليوشن اركتكت فوق منك هو اللي هيقول لك الحته دي. انت بقى يعني انا بس عليك هيدك اختلاف التكنولوجي، فانت ما تشيلش همها، انت بس جيت النوليدج بس بتاع كل حاجه. فهمتني؟ تمام. يا باشمهندس انا هو مش هيجي في الشغل يقول لك احنا هنستخدم نو سيكوال ولا سيكوال الا لما تكون شركه تعبان. انما لو شركه كويسه جدا او فيها يعني بسم الله الرحمن الرحيم هيراركي، اكيد في حد هو اللي هيحط الاركتكتشر بتاع البروجكت مش انت. يعني في ناس ممكن تعمل كل البروجكتات بالسيكوال بس. في كيسز في كيسز ان احنا مش محتاجين حاجه غير السيكوال. احنا لو هنعمل مثلا ويب سايت لمحل تليفونات قلنا، هل مضطرين ان احنا نستخدم نو سيكوال؟ لا مش مضطرين. ايوه تمام. قلنا دي ليها الكيسز بتاعتها ودي ليها الكيسز بتاعتها. نتكلم على الدوكر. تمام يا باشمهندس. حد يا شباب خلاص كده الجي دبليو تي عنده مشكله فيها؟ ممكن ابقى ابعت لكم فيديو ازاي تطبق جي دبليو تي على اي بي اي عشان برضك يبقى قفلناها. يعني ايش ترجلتنا؟ الله ينور يا باشمهندس. ماشي، خلينا نتكلم على الدوكر. خلينا اشير بقى من التابلت. معلش يا هندسة، ممكن تعمله في ريكورد جديد؟ حاضر يا هندسة.